معنى ذلك كيف الإسلام هذا عقهم، مثل إسلام أبو ذر ابني، يعني تعلم إن الإسلام يتبرى من أبوه. وأنا فعلا أشعر بالأسى والحزن من هذا الأسلوب الذي يدخل إلى بيوت الناس. هذا أبو ذر أنا صرفت عليه دم قلبي وأنا أدرسه حتى أوصلته إلى أعلى مراحل التعليم، ولكن للأسف الشديد أمس أعلن براءته مني واتهمني بأنني أعبد غير الله. يعني هل هذا هو، هل هؤلاء هم الإخوان المسلمين الذين فعلا يؤسسوا ليمن جديد ومستقبل جديد ودولة نظام وقانون؟